إعلامية لخلية الأزمة في محافظة الأنبار، متابعين بشكل كبير مع دائرة صحة الأنبار لأعداد المصابين والمتشافين في الآونة الأخيرة. حقيقة محافظة الأنبار سجلت أعداد أعطت أمل كبير للناس، تناقص أعداد المصابين ودرجة الشفاء الكبيرة التي سجلت في هذه المحافظة. لحد يوم أمس فقط سجلنا 91 حالة شفاء في المحافظة. أعداد المصابين بدأت تقل بشكل كبير، وهذا ناتج عن التزام المواطنين بمقررات خلية الأزمة. اتخذت دار صحة الأنبار مع خلية الأزمة إجراءات مشددة في كل السيطرات، يعني تم غلق أغلب سيطرات اللي تدخل إلى المحافظة إلا استثناءات معينة من عندها المواد الغذائية والكوادر الطبية والمشتقات النفطية وحركة الإسعافات. أيضا تم نشر مفارز في كل سيطرات اللي موجودة بالمحافظة، سواء بالحدود المحافظة أو مع الدول المجاورة، سواء مع الأردن وسوريا وبين الأقضية. كل هذا يعني بالإضافة للإجراءات الأخرى هي تهيئة ردهات العزل بكل مؤسساتنا الصحية، تأجير فندق روز بلازا على المحافظة، تهيئة ردهات العزل الرئيسية بالحميات والمستشفى الكرفاني، وآخر شيء أيضا هيئنا دور واطئة الكلفة 100 بيت، كل بيت 400 يعني 4 أسر، يعني المجموع 400 سرير. المهم إلى حد فترة العيد إلى أن كانت الإصابات هي 5 إصابات كلها وافدة من خارج المحافظة، منها كانت أحدى الأخوات من الخالدية، هي كانت مرافقة لمريضة في مدينة الطيب، والآخر من الهند، والآخر من مصر ومن سوريا، وطبيب من السيدية. فقط هذه الحالات، ولكن بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بالسماح بتنقل العوائل بين المحافظات كل يوم خميس من كل أسبوع، هذا أدى إلى دخول فقط في أسبوعين، يعني يومين خميس بخميس، دخول 2400 عائلة كمعدل إلى محافظة الأنبار. اتضح أن هناك إصابات بالضمن هذه العائلة وكانوا ملامسين لحالات مرضية.